أكد قائد الشرطة صلاح الدين اللواء الركن ضامن الجبوري أن أسباب الخروقات الأمنية التي تضرب المحافظة تعود إلى الضغط الذي يتعرض له التنظيم في مدينة الموصل. حقيقة عصابات داعش الإرهابية بعد ما منيوا بهذه الخسائر والآن هم في أنفاسهم الأخيرة في الموصل وعلى يعني على يعني يعني خطة النهاية داعش بالعراق أوشكت على أيضا على أن يعني تنتهي بالتأكيد يريد أن يحصل على هالة إعلامية، يريد أن يحصل على مكسب إعلامي ممكن أن ينقذ هزامه، فحدثت بعض الخروقات البسيطة اللي هي نعتبرها طبيعية جدا. الأجهزة الأمنية بعمل استخباري ممتاز جدا تم إلقاء القبض على الكثير من الخلايا النائمة وأيضا سيارات المفخة تم التفكيك تحت السيطرة.